بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. So Allah said, on the day when the first trump resoundeth, this refers to the first blowing of the trumpet when everything will quake. And the second followeth it, this is the final blowing on the trumpet. Even after we are crumbled bones? Will Allah resurrect us? How is this possible? The Prophet, Bu, said to them, indeed, Allah will raise you again from the dead. They say, then that would be a vain proceeding, that would be a failed attempt, because it will never happen. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Then turned he away from faith, and it is also said, from Moses, in haste, to his folk, and it is also said, to think what to do about Moses. And chose the life of the world, rather than the hereafter, and also chose disbelief rather than faith. Lo! Hell will be his home, the fire is the home of him who is thus. Why, ask they? What hast thou to tell thereof? What has it to do with you that you should mention it to them?